تحياتي لك مهند، تحياتي لضيوفك الكرام، لكل مشاهدي البين سبورتس. مليون مبروك لمنتخب ليبيا، اقتناص اول 3 نقاط له في نهائيات الشان، نهائيات امم افريقيا للمحليين. معي صاحب هذا العرس كابتن عمر المرمي، المدير الفني لمنتخب ليبيا. ايه الحلاوه دي وايه الطعامه دي؟ والله يا اصحاب العرس الصراحه اهل المغرب يعني الشقيق، صراحه اجواء اكثر من رائعه، هم اللي اعطونا الدافع ان احنا نقدموا مباراه طيبه اليوم. اللاعبين كانوا في راحه، هدأت فعلا الجماهير المغربيه المتواجده لمؤازره المنتخب الليبي الشقيق. ممنون وكل الشكر لاهل المغرب، والله نتمنى لهم كل خير، شعب طيب، شعب كريم، صدقني كنا موجودين في ليبيا، يعني كان في مسانده غير عاديه من الجمهور، الاجواء كانت اكثر من رائعه، هي اللي اعطتنا الدافع ان احنا نتحصلوا على مباراه بدايه الجو برد شويه ولا شويتين؟ والله تعرف تو الجو مش عادي، يعني بعد الفوز يعني حاس بالدفى، يعني والله العظيم والحمد لله رب العالمين. يعني انت كسكس ولا ما اكلتش؟ والله كلنا اكل احسن من اكثر من اكله طبعا مغربيه، ومن ضمنها الكسكس، يعني الكسكس طبعا يديروا فيه مزي ليبيا، ما هوش حار لكن بنته حلوه، بس مزيان 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 بزاف بزاف. لا الحمد لله بارك الله فيهم، الاجواء اكثر من رائعه في المغرب الصراحه، واعطونا دافع كبير يعني زي ما قلت لك. طيب مهند الجالي زميلي في الاستوديو.